تعالوا نشوف فوق الجبال. معايا تعال 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 عند الرخام ده. احذر في سالفه المحطه هنا. ايه ده؟ نعم. ايه ده؟ معلش خليك في شغلك حضرتك يا استاذ احمد. ايه يا باشمهندس؟ انا نعم في دلوقتي. حضرتك مين؟ انا مدير المحل. مدير ايه حضرتك؟ مدير المحل. مدير المحل؟ ايوه. حضرتك اسمك ايه؟ يا باشمهندس صباح السمان. ايوه الاستاذ. انا عايز الاستاذ احمد حسن. عمري في انا. لا ده عايز صاحب المحل. انا احمد حسن. احمد حسن حضرتك؟ ايوه يا فندم. حضرتك احمد حسن؟ ايوه. 81 صح؟ ايوه عماره 81. 81 مظبوط؟ ايوه مظبوط. طب حضرتك دلوقتي احنا ملاحظين حاجه غريبه. كل واحد حاطط صندوق زباله يرمي براه جواه، الشارع كله بيتملي وسخ. أيوة. كويس؟ احنا بنعمل حاجه ثانيه دلوقتي، القمامه دي كلها بنجمعها في صندوق واحد. حضرتك مبروك اول واحد يحط له صندوق قدام محل. يعني افهم كلام سيادتك ان صندوق هيتحط هنا؟ حضرتك ما يحفنش خالص، لان الرياح حضرتك شرقيه غربيه، هتعمل لفه مع كده الهواء يخش عندك. ايه دخل الزباله بالرياح؟ ما حضرتك الريح ده احنا دارسين حضرتك. اولا بص حضرتك انا هوري حضرتك. توريني ايه بس؟ ثانيه واحده حضرتك معلش معلش. مش ده محل حضرتك هنا؟ ايوه. في المربع ده، ده الشارع، ده الميدان، ده الطقطاطه. هنا حضرتك انت البلوك ده 81 احمد حسن حضرتك المدير او صاحبه ما اعرفش مين. اهو المكان ده حضرتك جاي. هنا بص حضرتك كل البنات موجوده، جمع جميع الصناديق الصغيره وضعها في صندوق كبير. وبقول لحضرتك لو اي واحد بيرمي زباله بيخش يشتري منك تيشيرت بنطلون، مش انت راجل بتعمل دعايه لنفسك؟ ما تقنعنيش تحط لي صندوق هنا عشان ارمي كيس زباله اخر نار قد كده. حضرتك في ثلاثه خازوق هيدقوا هنا عشان يتسدد. يا سلام. مفيش حد عشان ما يسرقش. لا انت ترمي ورقه قد كده. ومين قال لحضرتك كل المنطقه اللي حواليك دي؟ كل منطقه حضرتك. انا ثلاثه دكتوراه. سوري معلش. زباله يعني ولا في ايه؟ يا باشمهندس جايب لي الصندوق ده من هنا بيقول لي احنا مش عارف في جهه ايه. جابه من هنا من جوه المحل. لا ده منزله من العربيه بيقول لي احنا هنحطه هنا. انت بتعملي ايه؟ تروح انت يا بنت انت بتعملي ايه؟ بتعملي ايه انت؟ تروح يا عم شيل الصندوق ده من هنا يا عم. دي فايده للناس. دي فايده ايه؟ شيل الصندوق لو سمحت. مش دي فايده للناس يا عم. شيل الصندوق ده من هنا هكسره. شيل الصندوق ده من هنا. فين الضرر؟ شيل الصندوق من هنا بس. فين الضرر؟ لو سمحت شيل الصندوق من هنا. بقول انت يا سنت. ايه يا عم ده؟ الناس فرحانة. الناس فرحانة. يعني ايه فرحانين؟ ده حاجة شرفة كده. معلش ثانية واحدة حضرتك، يا ريت تعزف عزفة صغيرة. يا عم يعزف ايه بس؟ اوريك حاجة. يا سيدي يعزف بس يا مين؟ انت بتعملي ايه؟ استنى ايه اللي بتعمليه ده؟ برمي زباله. ايه زباله؟ زباله ايه؟ حطوا بقى لو سمحت. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ليه بتعاملي ناس كده؟ ده صيدليه هتحط ازاي هنا زباله؟ ريحه دبان. ريحه دبان ايه حضرتك؟ مفيش تدبان ولا ريحه. وبعدين لو جه واحد وقال لك ريحه ودبان، ما عندك برفانات اديله، ده هيخليك تشتغل اكتر حضرتك. والامراض؟ امراض ايه؟ ما انت عندك ادويه. انت يا سيدي اللي بتعمليه ده؟ برمي زباله. انا مش عارف اكلمك ازاي حضرتك، الناس كلها عرفت ان ده المكان المخصص، مفيش حل حضرتك. يعني المحلات كلها تيجي ترمي زباله عندي هنا؟ ده كل ده كمان البيوت. وكمان البيوت؟ ده لازم. يا سلام. لو انت متضايق من المكان ده سيب انت السنتر واحنا قاعدين. يعني اسيب السنتر؟